خبر عاجل منذ قليل، حريق قرب محطة للوقود بملتقى طرق مدريد. شب ظهر اليوم حريق بمخزن يقع بمحاذاة محطة الوقود الواقعة عند ملتقى طرق مدريد وسط العاصمة نواكشوط، وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الحريق وسط تجمهر لعشرات المرة. وقال شهود عيان أن الحريق لم يخلف خسائر بشرية أو مادية، الحمد والشكر لله، وتمت السيطرة عليه بعد وصول الحماية المدنية وقبل أن تصل ألسنة اللهب لمحطة الوقود. ولا تزال أسباب الحريق مجهولة، رغم ترجيح بعض الشهود لفرضية أن يكون الحريق بسبب رمي أحد المدخنين لبقايا سيجارته قبل أن يطفئها أو شيئا من ذلك القبيل. ربنا يسترها. الحمد والشكر لله على السلامة.